بعض المستخدمين الجدد بعض المستخدمين أن يزيلوا هذه العبارات، فهي تضر بصفة رهيبة في مصداقية المقال. وشكرا لك. آخر سؤال وننتقل قبل المداخلة لبحر. بلال لا في مشكلة. أنت حكيت على البير ريفيو، ليش ما قواعد اللغة العربية تتكلم مثلا شخص من الأكاديمية في القاهرة، شخص من سوريا، شخص من تونس، شخص من المغرب، وتقولوا لهم راجعوا لنا القواعد اللغة، يعني تتفقوا على ستاندرد. فكرة شيء. لأن أنا أتكلم عن بير ريفيو. لا هو أتكلم هذا اللي ذكرنا وذكر باسم انه لماذا يعني لا يوجد، لانه هيك للاسف يعني لا يوجد. لكن يعني هي ان هذا المؤتمر هو دعوه يعني لطرح المشاكل وطرح الحلول. فاحنا هون بنحكي انه ممكن واحد هيك ممكن يعمل هيك، لكن هذا بحاجة لجهد فعلا، وإن شاء الله في المنظور في المستقبل يعني إنه يكون في توجه لما يكون في جزء يكون في مصر وجزء يكون هنا وهنا، يتم التواصل بشكل رسمي أكثر لتشجيع الأكاديميين على هذه المراجعة. هو ليس من السهل أن تروح على أكاديمي في الجامعة تقول والله تدخلنا المقال، أقول لك طيب أعطيني على ليش تعطيني المقال يعني في المقابل، يعني هذه الفكرة مش بالسهل يعني مش بهذه السهولة ممكن تصورها، لكن هي بحاجة إلى جهد فعلا. وهذه دعوة فقط يعني إنه الكل في كل البلاد قدر الإمكان يستطيع من يستطيع للتواصل مع أكاديميين أو لمراجعة المقالات فهو يعني مطلوب يعني. شكراً لك. So now we will move on to Helmi to talk about tools to manage a medium-sized version of Wikipedia. Good morning. صباح الخير. بالنسبة لي حبيت نتحدث أكثر على الأدوات اللي ممكن نستعملها لتسيير الموسوعة العربية. حاول نشوفوا شنو الأهداف الحالية للموسوعة، يعني المجتمع العربي لشنو يبحث يوصل للأهداف التي يريد الوصول إليها، ثم سنحاول أن ننظر إلى ماذا يحدث الآن بداخل الموسوعة؟ ما هي طريقة التسيير الحالية الموجودة في الموسوعة؟ ونحاول نشوف الحدود الأقصى ما يمكن العمل به بهذه الطرق، ونحاول في الأخير البحث عن ريكومنديشن وأدوات جديدة يمكن تسهل لنا العمل للوصول إلى الهدف. بالنسبة لي ما فماش هدف محدد حاليا في الموسوعة العربية، معناه لا يوجد اتفاق حول طريقة ما هو الهدف العام الذي نريد أن نصل إليه، لكن عبر هذا الجدول ممكن نلاحظ شيء هو ترتيب فيه ترتيب الموسوعات حسب عدد الناطقين لكل مقالة. في أول الترتيب ممكن نشاهدوا الموسوعات المتأتية من لغات مصطنعة، وكذلك من الموسوعات المتأتية من مناطق لغات جهوية في دول متقدمة مثلا الكتالونية مثلا. وكذلك هناك أيضا موسوعات تعتمد كثيرا على البوتات مثل الفولابوك. وفي وسط الترتيب يمكن أن نجد الموسوعات التي تعتمد على الموسوعات اللغات الوطنية مثل الفرنسية والألمانية والإنجليزية. وفي آخر الترتيب كالعادة توجد اللغة العربية. لو تشوفوا عدد الناطقين باللغة العربية وتشوفوا كم من مقالة لألف ناطق باللغة العربية، نجد حوالي 1.5 مقالة لكل ألف مواطن ناطق باللغة العربية. هذه المشكلة ليست موجودة فقط للغة العربية، موجودة للغات أخرى مثل اللغة الهندية، لكن الوضعية هذه يعني ناطقين
عدد كبير من الناطقين وعدد صغير من المقالات ما فيش يعني حالات كثيرة. إذا عبر هذه المعلومة ممكن نعرف احنا نحس بأهمية الوضع، معنى خطورة الوضع. خطورة الوضع يعني عدد كثير من الناطقين وعدد قليل من المقالات. الوضع الحالي حوالي لدينا 350 ألف مقالة، لدينا حوالي 1% من العمل المختار، ولدينا طريقة تسيير غير جيدة. لو نحاول ننظر إلى ماذا نريد أن نكون بعد 5 سنوات، نتخيل 5 سنوات إلى الأمام، ماذا نريد الموسوعة العربية أن تكون؟ ما هي الأشياء التي نريد أن نحصل عليها بعد 5 سنوات؟ حسب رأيي ما يجب أن يكون هو أن نكون في ما بين العشر الأوائل، أن يكون على الأقل 5% من المقالات ذات جودة، وأن يكون التسيير محكم للموسوعة. هذا هدف يمكن أن نتفق عليه على بعد 5 سنوات. وثم نحاول نعمل الباكاستينج، نحاول الرجوع إلى الوراء والبحث عن الطرق الفعلية للوصول لذلك الهدف المشترك للمجتمع العربي عموما. لو نحاول نلقى حلول للوصول إلى هذا الهدف، فيه طريقتين. الطريقة الأولى هي أن نختار الأولويات. اختيار الأولويات سيساعدنا على الوصول إلى الهدف الذي نطمح إليه في 5 سنوات القادمة. والشيء الثاني هو البحث عن أدوات جديدة إبداعية للوصول إلى هذا الهدف، الذي هو أن نكون في 10 الأوائل، يعني مرتبة معقولة بالنسبة لعدد الناطقين باللغة العربية. حاليا ماذا يحدث في الموسوعة العربية؟ فيه نسخ للسياسات، فيه نسخ لكل للسياسات، فيه نسخ للأدوات الموجودة في الموسوعة الإنجليزية، لكن المشكلة ليس لدينا نفس الحجم. إذا لعدم تواجد نفس الحجم قد يكون صعب لنا استعمال الأدوات المعقدة التي توجد حاليا في الموسوعة الإنجليزية. لذا يجب أن نبحث عن أدوات خاصة بنا أو أدوات ممكن نستعملها للتسيير متأتية من موسوعات أخرى لديها نفس عدد المقالات ونفس عدد المستخدمين النشيطين. بالطبع بطبيعة الحال فيه أشياء ما ممكن نتخلى عنها مثل الميدان والنقاشات الموجودة في الميدان، لكن أعطي مثال مثلاً على النقاشات التي تحدث كل يوم في الموسوعة. لدينا العديد من الأدوات التي نستعملها لنفس الأشياء. مثلاً في الحوارات المباشرة لدينا النقاشات في صفحات المستخدمين، وكذلك لدينا نقاشات عبر هذا القالب الذي يسمى رسائل المجتمع. أضف إلى ذلك الدردشة، أضف إلى ذلك القائمة البريدية، ولدينا العديد من نفس الأدوات التي نستعملها لنفس الهدف. لكن المشكلة المجتمع صغير، لا نحتاج إلى تفريق طاقاتنا في عديد الأدوات. ممكن نركز على أداة 2 على أقصى تقدير 3 أدوات ممكن تسهل لنا العمل، لأن لسنا مجتمع كبير بهذا الدرج. لسنا مجتمع يمكن يكون فيه مشاريع مختصة، ولكن في مشاريع مختصة ممكن أي شخص يعني يدخل في أي موضوع. أوكي، هذا مثال لما يحدث حاليا في ميدان المشاريع الموجودة في الموسوعة. لدينا على سبيل المثال مشروع كامل للغة اليابانية، وكذلك لدينا مشروع لتوايلايت لسلسلة الشفق. يعني فيه موسوعتين فقط في العالم لديها مشروع خاص كامل لهذه السلسلة، اللغة الإنجليزية واللغة العربية. يعني فيه تشتيت كامل للطاقات الموجودة في المجتمع في مشاريع فارغة وفي طاقات فارغة. مثال آخر حقيقة إبداع شفته هو لدينا مشروع كامل حول مترو باريس. ما فيش مشروع حول فرنسا، ما فيش مشروع حول أوروبا، لكن لدينا مشروع كامل وفيه فقرات وكل شيء على مترو باريس. شيء عجيب. يعني المشكلة هو اللي فيه طبع كثير من الوقت من أجل إنشاء هذا المشروع، ثم تنشر في آخر المطاف 5، 6، 7، 10 مقالات، ثم ينتهي، يموت المشروع بعد شهر على أقصى تحديد.
إذا لتلخيص مشكلة المشاريع الموجودة لدينا حوالي 60 مشروع أو أكثر. حقيقة لم أتشجع على احتساب كل المشاريع الموجودة، لكن في خلط كبير بينها، في خلط ضخم بينها، لذلك يصعب التحدث عنها. والمشكلة الأخرى هو أنه تبقى عموما شهر شهرين ثم تنام أو تموت. المشروع الوحيد النشط حقيقة في الويكيبيديا العربية هو المشروع على كرة القدم، لكن فيه مشكلة أخرى كذلك هو النقاش. لا يحدث نقاش داخل المشروع، بل يحدث نقاش بين صفحات، نقاش المستخدمين، يعني المجتمع في آخر المطاف لا يستفيد من ذلك. أوكي. في سؤال سألته الأخت منذ قليل، قالت ماذا يفعل الإداريون والمحررون في الموسوعة؟ ماذا هم قادرون على الإصلاح؟ تساءلت هذا السؤال الأسبوع الماضي، حاولت أبحث، نظرت لعشرة أنشط مستخدمين في الموسوعة العربية، وقمت بتفقد كل آخر 100 تعديل قاموا به في آخر 100 تعديل قاموا به، ثم بحثت في 100 تعديل الذي يقوم به أنشط 10 مستخدمين، هل كم من تعديل يمكن استعماله، يمكن إحداثه عن طريق بوت، أو يوجد بوت حاليا يقوم بهذه الأعمال، يعني كأنه عمل فارغ وتضيع الوقت. عملت إحصائيات، وجدت أنه 11% من التحويرات التي يقوم بها أنشط 10 مستخدمين في ويكيبيديا العربية يقوم بها حاليا بوتات، أو ممكن إنشائها القيام بها بسهولة عبر بوتات. يعني هذا العدد بالنسبة إلي ضخم، لأنه يعني هذا لو مستخدم نشيط عوض أن ينتج في الشهر 10 ساعات عبر بوتات يمكنه أن يحصل على ساعة زائدة، يعني شيء ضخم. هذا فقط للمستخدمين النشيطين الذين هم متمكنون من الأدوات الموجودة في الموسوعة. لا نتحدث عن بقية المستخدمين الذين لا يعرفون أن هناك بوت يقوم تلك الأعمال. أوكي. ماذا يمكننا أن نفعل كمجتمع لوجود حلول لذلك؟ أول شيء بطبيعة الحال يجب دمج أكبر عدد ممكن من المشاريع. كمثال هناك مشروع اللغة اليابانية، مشروع للهند، ممكن دمج كل ذلك في مشروع واحد اسمه مشروع آسيا، وكذلك لأوروبا وشيء من هذا القبيل. كذلك في العلوم يمكن دمج كل المشاريع في مشروع واحد، لكن مع ترك بعض المشاريع مثل مشروع كرة القدم. موضوع مهم. لكن السؤال يطرح نفسه في بقية الأعمال، كيف يمكننا أن كيف يمكننا أن نفرض على المستخدم أن يقوم بأعمال معينة؟ لأنه في نهاية المطاف الموسوعة حرة، أي شخص ممكنه أن يفعل أي شيء. هناك ثلاثة طرق وجدتها ممكنة حالياً. وين وين معناها أنه حتى المستخدم رابح لو طلبت منه يعمل شيء. والحاجة الثانية هو عبر السياسات، ممكن أن نقوم بسياسات صارمة لتحديد الأعمال التي يمكن يقوم بها المستخدمين للوصول إلى الهدف بعد 5 سنوات، الهدف الذي يريده كل مستخدم عربي بعد 10 سنوات أن نكون في 10 الأوائل. كذلك يمكن القيام بتلك أعمال البوت، لذلك المستخدم لن يجد الوقت للقيام بتلك الأعمال. إذا المثال الأول حول الوين أن وين، هناك مشروع بروديوسر في الموسوعة العربية، والمشروع يعطي مال للفائزين 3 الأوائل. حاليا كل مستخدم حر في استعمال، كل مستخدم حر في الأعمال التي يمكن القيام بها. وليس هناك بالمناسبة يعني طريقة علمية لتحديد قيمة المشاركات والمقالات المنتجة. ما يمكننا أن نعمل، يمكن أن نختار الأهداف التي نريد الوصول إليه، ثم يمكن عبر نقاط إحداث
طريقة الاحتساب بالنقاط. مثلاً يمكن أن نطلب كل مقالة مختارة عن شخص تعطيك 5 نقاط، وتحديد الأولويات تأتي لو نقول يمكن إضافة نقطتين لكل مقالة عن شخص يتحدث عن امرأة. إذن يمكن المساعدة على الجندر جاب، وكذلك تحديد الأولويات التي نريدها. نفس الشيء لو في مشاكل أخرى في الموسوعة. الطريقة الثانية إذن هي عبر السياسات. لدينا في المقالات المختارة، مقالات المختارة والصور والقوائم وكل شيء، لدينا حاليا معايير معينة، معايير معينة، لكن المعايير لا تسهل المستخدم معرفة ما يجب فعله حقا، لأنها فضفاضة نوعا ما. ما يحدث الآن في التصويت أنه تجد مقالة ممتازة رائعة جيدة طيبة، لكن لا يوجد تحليل ونقاش في المقالات المقترحة كونها تكون مقالات جيدة أو مختارة. ما أقترحه أنا هو إحداث نوع من تشيك ليست فيها عديد المعلومات يمكن المستخدم قبل أن يرشح المقالة أن يتثبت في التشيك ليست من تواجد كل المعايير المطلوبة، مثلا القوالب أو شكل الموسوعة أو الموثوقية للموسوعة، ممكن تثبت وتسهيل العمل للمصوتين بعد ذلك. أوكي. وكذلك المشكلة في البوتات وتحدثت عليها منذ قليل، هو مثلا في عديد المشاكل في البوتات الموجودة في ويكي العربية. مثلا ليس كل البوتات مفتوحة، معناها يمكن الحصول على الكود، وهذا الحال في عديد البوتات الموجودة. كذلك فيه نسخ متعدد نفس البوت، مثل بوت الأخطاء الإملائية، كل شخص يضيف أخطاء إملائية وليس هناك نقاش في المجتمع حول تحديد هذه القائمة. وفيه works at a regular period، فيه مشكلة، يعني عمل البوتات لا يقوم بصفة دورية، لا يحدث بصفة دورية. نعطيكم مثال بسيط، فيه بوت يمر على كل التصانيف يبحث لو فيه مقالة رئيسية عن التصنيف، يضيف قالب المزيد سيمور، مثلا تصنيف حول دولة تونس، مثلا لو فيه مقالة اسمها تونس يضع انظر المزيد في مقالة تونس. هذا البوت لم يشتغل منذ 2 أو 3 سنوات، والبوت ليس مفتوح، يعني حتى يجب تطلب من المستخدم أن يشغل البوت، وما عندك يعني طريقة أخرى لتشغيله، لذلك تصير مشاكل. والمشكلة الأخرى هو أنه العديد من المستخدمين يشغلوا البوت بتاعهم على حواسيبهم، ليس على التول سيرفر اللي يمكن يسهل أكثر العملية ويمكن الوصول إلى أكثر عدد ممكن من المقالات. آخر شيء هو الطريقة الديناميكية لمتابعة كل ما يحصل حاليا في الموسوعة. فيه المعلومات لكن موجودة في مقالات عديدة ومتعددة، ولكن ما فيش كل هذه المعلومات في صفحة واحدة يمكن المتابعة. أمامكم مثال هو استعملناه، أخذناه من ويكيبيديا الإسبانية لمتابعة المقالات المترشحة لتكون مختارة. هل القالب هذا يساعد على معرفة ما هي المقالات الجديدة التي طرحت للترشيح؟ ما هي المقالات التي سيقع القرار هل تكون مرشحة أم لا؟ ويعطيك معلومات حول النشاط الموجود حاليا في نقاش تلك المقالات. هذا شيء ممكن نعمه أكثر على عديد أعمال الصيانة والأعمال عموما والأدوات الموجودة في ويكيبيديا عبر صفحة واحدة يمكن المتابعة عن طريقها حينيا. أوكي. وتحدثنا يمكن البارحة على مشكلة يعني الشهادة وتسهيل العملية للمستخدمين الجدد، لأنه كل وقت نربحه في عدم تفسير أشياء على طريقة الكتابة على ويكي، نربحه كمستخدمين كمحررين لأشياء أخرى ذات أهمية وذات أولويات للوصول إلى الهدف الذي نرمو إليه. ممكن هذا التعامل يصير بين الجروب الموجودين،
وبين ويكيبيديا وبين موقع يمكننا من القيام بالدروس هذه ويعطي نوع من الشهادة في آخر المطاف. الموضوع صعب لكن كبداية ممكن نحضر الكونتنت المحتوى في ويكي جامعة في انتظار حلول عملية لإحداث ذلك. ما تنساوش كل ما نستثمر أقل وقت للمستخدمين الجدد لدينا أكثر وقت للأعمال الإدارية وأعمال السيادة والتحريرية. حبيت نسأل على البروجيات المشاريع، يعني إذا كان شفنا كون فما مشروع اللي نحكم عليه مثلاً أنه دافع ولا يعني كيفاش نحاول نوجه المشاريع ولا نتخلص من مشاريع ما عندهاش فائدة كبيرة إلى مشاريع عندها أكثر فائدة، معناتها شنو ما معناتها كلسان معناتها فماشي كريتيريوز ولا حاجة، شنو الاقتراحات ولا شنو الحلول تقترحها؟ شكرا. في الحقيقة منذ سنة قمنا بسياسة خاصة للمشاريع الجديدة، لكن لاحظنا أنه فيه تشدد كثير من المستخدمين يقول لك لماذا تريد حذف مشروعك؟ لذلك السياسة موجودة لكن غير مطبقة. لذلك يمكن أكثر حزم حاليا لدمج المشاريع ولتغيير شكلا كاملا للمشاريع الموجودة في الموسوعة العربية. سؤال ولا ننتقل للمداخلة بعد؟